اللي صار معك شي شيخة؟ أنا دورت بكل الضيعة بس ما وصلت لشي، وفي عالم عم يدوروا عليها. رح نستنى ونشوف. أنتي لا تخافي، أنا حاسس إنه هي بأمان. لا تخافي، إيه؟ وأنا متأكد إنه رح نلاقيها عن قريب. لا تقلقي، إيه؟ بس بهالوقت خلينا ما نقول لحدا لبين ما تنحل هي المشكلة. إذا قلنا لهم رح يقلقوا ويزعلوا كتير. يا ربي احميها ورجع لنا اياها سالمة. جدي انت بتعرف شو صار معنا اليوم بالمدرسة؟ هات لشوف شو صار معك يا نمري، قلي شو صار بالمدرسة اليوم. طلب منا استاذ الرياضيات اليوم انه نكتب له جدول الضرب تبع الثلاثة، وانا كتبته اول واحد بكل الصف. انت حفيدي البطل والنمر، بكرة بطلب منك تعمل لي طاولة وكرسي خشب، بتعمل لي اياهم بسرعة. يا جدي انت ليش هيك غبي وما بتفهم؟ عم احكي على الارقام مو على الخشب. انا يعني شو بيعرفني شو بتتعلم هنيك؟ بس على كل برافو عليك يا حفيدي، يا ابضاي يا بطل يا نمر، برافو. ما في ولد بتضيع بذكائك وبرجوليتك وبقوتك يا نمر. حبيبي عود خليني اشوف مين. يلا عود. ايه شو بدك؟ الو الو، اخبار سيئة كتير يا بيك، انفجرت قنبلة بالشحنة على طريق باتنا. انت شو عم تقول؟ احترق كل المحصول يا بيك. احترق المحصول؟ كيف صار هذا الشيء؟ مين حرقه؟ لك عرف مين عمل هالشي يا غبي؟ تضرب مع غباك. خير شوفي يا بي. كل محصول القمح اللي عنا احترق قبل شوي رانفيجي. شو؟ الو ايه لالي، صار معك شي يا شيخار؟ لا بس لسه عم دور، اذا صار شي بدي اقلك. ايه يلا الله معك. خلونا نروح كل واحد باتجاه هيك من لاقيه اسرع. انا رح روح من هذا الطريق وانتو روحوا من هنيك. طيب ماشي بسرعة. بصراحة أنا عم دور على بنت صغيرة ومو صغيرة، وشها مدور و... والله ما شفتها. انت ليش كل هالقد مصدوم ومتضايق بعد ما احترقت شاحنة القمح؟ انت كنت تعمل هيك واكتر من مرة كمان، ما بتتذكر؟ استني شوي يا سوميترا، لا تقعدي هلأ وتعملي لي محاضرة كاملة بالشرف والاخلاق ببوس ايديك. لك اذا نسوان هذا البيت وقفوا برا مع العالم وهتفوا ضدي وضد شغلي، كيف بدي اقتل انا؟ لوغا سينك،
ومين حضرتك؟ أنا كالو باجرنجي، جيت لأشرح لك شي واحد يا لوها بيك. نسوان هذا القصر لازم يبقوا قاعدين بالمطبخ، بس لما بيطلعوا من بيوتهم وبيتفتلوا على كيفهم هذا الشي بيحرق عيالهم. بصراحة يا سيد كالو مو عاجبني انك اجيت وجبت رجالك معك، لهيك قول اللي بدك اياه وما تكتر حكي. يا قول هلأ اللي بدك اياه وبدون سخافة، يا اما الله معك. اسمع شو بدي قلك يا لوهبيك، الحقيقة هاي كنتكن لالي اللي انت اشتريتها من قبل ب90,000 روبية مشان تكون عشيقة لابنك الصغير. عم تعمل لي مشاكل بشغلي، لهيك فهمها انه ما تتدخل بشغلي ابدا، لانه اذا كالو باجرانجي عصب وداقت اخلاقه منها وقتا ما بتعرفوا شو ممكن اني ساوي فيها. وهلا بعد ما خلصت كلامك اسمعني كتير منيح يا سيد كالو، انا ما بقبل هالتهديد ابدا، لا انا ولا كل عائلتي. اذا انت لمست شعرة واحدة براس واحد من عائلتي المحترمة كتير والاصيلة، انا رح امسح فيك وش الارض واخفيك، فهمان؟ اما بالنسبة لك انت لالي ففيك تتصرف معها مثل ما بتحب يا سيد كالو، انا عطيتك الضوء الاخضر روح. بس بدي افهم منك شغلة قبل ما تروح، كيف رجال قوي وعنده سلطة كبيرة مثلك وما حاشي قد نص اهل الضيعة بخاف من بنت عادية؟ باليوم يلي انا بخاف فيه بيكون نهاية العالم يا سيد لوها. الشاحنة والمحصول كله اليوم احترقوا على طريق باتنا. لكن انت اللي حرقت المحصول على طريق باتنا؟ احكي انت. خليك واقف. لك لسه ما خلق على وش الارض اللي بده يهدد السيد لوها ويحرق له محصوله بكل وقاحة وحقارة. اطلع على يمينك يا سيد لوها.